السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم صحة رمضانكم، صحة بطركم. اليوم فريق نقولوا قبل ما نبداو الموضوع تاعنا هو بالماضي يستقر على بديل بالفضيل في كان، وهو أندي لعاب اللي أصبح تحت تصرف جمال بالماضي. هو اللي دار الإجراءات، هو اللي خرج باسبور تاعو، هو اللي دار كلش. الاتحاديه ما عملت ولا شيء، ما كاش اللي يجي يكذب علينا ويجي بعد يهضر ويقول لك احنا جبناه. يقول هو قال، هو دار ضغوطات، الشعب الجزائري دار ضغوطات على المدرب باش يجيب هذا اللعاب هذا. ما كاش اللي يكذب علينا، قلنا بلي احنا خدمنا له ولا ناس ملاح ولا اللي قلبوا بيض خدموا له كواط وخدموا له كاش. وحده اجرى وحده، وراهم كاينين تصاوير في الانستغرام، وروحوا تصاوير في الفيسبوك تشوفوه. يصور في روحه داخل الكونسيلا، خارج من الكونسيلا بكواطو وكلش، باش يكون باش تكونوا على علم. مواطن جنسيه جزائريه باش تكونوا على علم برك. حنا قبل ما نبداو في الموضوع تاعنا نوجه تحيه للانصار تاع مولوديه وهران اللي يستاهلوا كل الخير. بعد ما النقطه اللي جابوها من الياسمه، شنا بلي الياسمه ماتش نيل ما يساعدهمش ماتش نيل ما يساعدهمش. وكيما كنت نقول لكم نهار الاول، قلت لكم بلي جياسكا هي اللي غادي تدي الشامبيونا. تاجنات الله غالب دو بيناتي ما مركاوهمش، يلوموا رواحهم. مولوديه فطنوا في لي ماتش توالا، جابوا نقطه من تاجنات، جابوا نقطه، ربحوا جابوا نقطه، ومازال شويه من المقابله الاخيره. اما لا نقولوا نهنئوكم ونهنئوا مولوديه وهران. الانصار فقط ماشي اللاعبين ومشي الاداره، خاطر اللاعبين ما يستاهلوش يلعبوا في المولوديه، اسم كبير تاع مولوديه، والاداره ما تستاهلش باش تحكم هذا الفريق اللي كبير عليهم، كبير عليهم كبير عليهم كبير. ما كاش غير بابا، كاين رجاله في وهران. ايوا هذه هي. حنايا ما نجبدوش، ما نهضروش على الانصار، ما نهضرش على لي بريزيدون، ما نهضرش، خاطر لي بريزيدون حلفت ما نهضرش عليهم. شكرت انصار برك ماشي اللعابه، الانصار اللي بكاو اللي مات واللي مرض على الفريق تاعو. هذه هي. نعاودو نولو الموضوع تاعنا. بالماضي يستقر على بديل بالفضيل في كان، واكدت الصحف الالمانيه ان اصابه الدولي الجزائري اسحاق بالفضيل قد تبعده عن الملاعب لمده شهر كامله، والتي ستبعده عن الخضر عن الكان 2019. على ذيك الرياض نقولوا باللي اسحاق بالفضيل بعد ما لعاب هذا اللي غادي نقولوا باللي هذا اللعاب اللي كان نقولوا خساره كبيره للفريق الوطني الجزائري. لعاب هذا خساره كبيره، خاص قوه بدنيه، قوه فيلوجيه تساعده في لافريك، تساعده مع لي زافريكا. خاصة انتوما تعرفوا هذا السؤال، علاش كيفاش بالفضيل مين يكوفري البالو تاعو، أرواح انت ديها له، تجيب له ربعة بيدوها ما يدوهاش، كيكوفري البالو تاعو. قوة تاعه هذه، قوة تاعه، قوة البنية تاعه كيفاش داير. وذكرت مصادر مقربة من جمال بالماضي سيستنجد بأندي ديولار ليكون بجوار كل من بونجاح غادي يكون مع بونجاح. نعايجي انايا ضد اللعاب المحلي اللي يشرو له لي ماتش واللي يبيع لي ماتش. شنا كيفاش اليوم بارادو باعت نورمال، عيني عينك بارادو باعت الماتش، جوار اللي يبيع وجوار سيمانه يبيعو سيمانه يربحو سيمانه كل سيمانه يبيعو دو ماتش يبيعوهم يبيعو لي ماتش. كيما في الناسيونال 2 من زاتشي باع المعسكر باش ما طيحش، وكي سموه ومدور دا مليار على 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 بوفاريك، حشاها لهم، ضرب لهم مليار في واد الفضه في كابه حمراء، ضرب لهم مليار و700 مليون، مليار و700 مليون ضربها لهم في كابه حمراء، وتلاقاو في واد الفضه عطاوها له. قال لهم انا نخدم لكم وقيله في بوسعاده ولا في بسكره، والله ما على بالي. قال لهم انا ندبر راسي، ما راح ما جرى لهم ما والو. وزتشي باع المعسكر الماتش باش ما يطيحوش، العام تاع مي معسكر ربحت 1-0 في بارادو باش ما طاحتش، باش تكونوا على علم، باش يكون على بالكم شتا كاين. هذا النادي هذا اللي ما حقوش باش يشرف، باش نتشرفوا باللعابه تاعو يكونوا في الفريق الوطني الجزائري. لعابه اللي يبيعوا، لعابه اللي تيشروا لهم باش يربحوا، يمكن له.
والغلطه تاع بابا مي باع البارادو هنايا من اجل نعيجي، وشنا نعيجي كيفاش قلع من الصوت وحده يجري ما كاش لي لا قاله. على هذيك انا مين نقول ما نقولش اللعابه، اللعابه فايك مشاركين في البيع تاع المولوديه، باعوا المولوديه شعمل الماتش باعوه الانصار برك، فرحت الانصار من المولوديه قعدت فرحت الانصار برك. وذكرت مصادر مقربه من جمال الماضي بعد تاكد غياب جمال اسحاق بالفضيل بالماضي يستنجد باندي ليكون بجوار بنجاح، ويذكر ان اسحاق تعرض لاصابه في مباراة الاخيره من الدور الالماني حيث سجل هدف وخرج في الدقيقه 32. ونشنا كيفاش اندي يتحصل على جواز سفره سفر الجزائر وهو تحت تصرف جمال الماضي. هذا اللاعب اللي هو عمل كلش كاش خاطر ما يجيش يكذب، ما يكذبش عليكم واحد يخرج يخرج زاتشي يهضر كيما نهار اللي ربحنا في الطوغو نزل من الطياره قال لهم صرنا الاتحاديه محطمه، تكذب نورمال، بنادم عايش بالكذب عايش بالمخلفات عايش فايق بيجوا تكذبوا علينا تقولوا لنا فايق فاني غادي يخرجوا يقول لك حاكم ناس مليح هو اللي جاب اندي، فايق غادي يقول لك حاكم ناس مليح وزاتشي رانا نشوفوا في قلبه راه يبيض، ما ولاوش يشوفوا الناس شادير ولاو يشوفوا في القلوب وهما ما يأمنوش وذنيه، يقول لك انا ما نأمنش وذنيه، انا بصح وليتو تدروا انتوما بالقلوب وبالناس ملاح وليتو تدروا بالقلوب. انا اليوم اندي هذا نتمناه يكون لاعب اساسي، ما نشوفوش بنجاح ولا نشوف اندي لاعب اساسي، نبغي نشوف اندي لاعب اساسي ما نشوفش لاعب واحد اخر، خاطر لاعبين واحد اخرين انا شناهم راه الاتحاديه القطريه عاقبته دار سليمه في الفينال قلبه بن عطيه عصره عشان يضرب في الغاشي عشان خرج بالحمراء في بطوله تاع لاتريتيه، هذيك بطوله تاع لاتريتيه بطوله تاع لاتريت ماهيش بطوله معترف بها كاع، بطوله هذيك اللي يبغي يدي شكاره يروح في بالك هذاك روماريو واحد العام ذاك البرازيليا روماريو كان يلعب في البارسا من بعد هود الاخر ما لعبش كاع سنياد دا دراهم وراح ما لعبش كاع والله ما لعب، روحوا تشوفوا سقسوا عليها البد شكاره وراح البد ما شحال البد كاع جاب لعابه مارادونا فما كثيره تيره دا كاميو تاع دراهم غي تيره حطوا له بالو تيره دا كاميو تاع دراهم شكون حاسبين هذيك بطوله هذيك بطولة كون جات بطولة كل كون زيدان راح لعب فيها زيدان قال لهم ما نوسخش الكارير تاعي باو يجيبوه قال لهم انا ما نوسخش الكارير تاعي، لو كان جات بطولة كبيرة كون زيدان راح لعب فيها، زيدان من عيطوا له قال لهم ما نوسخش الكارير تاعي انا لعبت في زوج بطولات كبار نوسخ الكارير تاعي انا ما خاصنيش دراهم. ونشناهم كيفاش لعابة وين اندي هذا اللي غادي يكون انا والله انا ضريت بالفوضيل على بالك بالفوضيل كنت نقرا له بلي هذا الشامبيونه هذه الشامبيونه غادي يدير التير، هذه الدوره تاع لاكوب هذيك كان غادي يدير التير، وهذه هي المفاجات هذه هي مفاجات لاعبين يصرا مفاجات بها اللاعبين دي بليز اللي تبليساو تقرا اللاعبين كبار يتبليساو الحمد لله احنا ما عندناش عندنا راه بالفضيل بالك ما زالت بالك راه في القائمه الموسعه يجي هنا الطبيب يشوفوا كل شيء في القائمه الموسعه حنايا البديل الانسب الانسب انا المهم ما كاش نعايجي راني عارف بلي نعايجي كيما يقول لك 70% 80% غادي يديها غادي يروح نعايجي غادي يروح خاطر لازم يروح نعايجي لازم زاتشي غادي يدي نعايجي كل شغل البطوله تاعنا كاين فيها غير بارادو روحوا قولوا لنا قولوا لزاتشي قولوا بالفضيل بالماضي بلي هادو يبيعوا ويشروا لهم باش يمركوا روحوا قولوا له قولوا له الله يرحم الشوابين قولوا هذا الفريق يبيع ويشري راشي مرتشي هذا الفريق به بالرايس تاعو به اللي دايرين به كاع تاع راشي مرتشي هذا ما كان والو فساد برك يعرفوا الفساد منبع تاع الفساد هذا النادي بارادو منبع تاع فساد كل حاكمين وكل لعابه كاع يخرجوا بالبينازات لاعب تكوين مين يكمل يدير له بيناز يطلقوه باراد كاين اللي كاين في كاين لاعبين ادي كاين في سطيف كاين في الصاوره كاين في قسنطينه ادي كاين لعابه
ادي بيتكمل حساب ادي ما ديش من هذا بارادو. حنا في الاخر مهم كما يقول لك بديل انسب، بديل انسب وهو اندي في بلاصه بالفضيل. هذه هي سنه الحياه كما يقول لك بالفضيل تبليس في اخر مقابله اللي كان في اوج عطائه وتبليس في اخر لحظه. نتمنى ان شاء الله بربي يكون اندي يكون خليفه مليح ويدي بلاصته من شي اخر، يدي بلاصته ليشان ويلعب خاطر على عنده حس تهديفي. هذا اللاعب ماذا بيا يلعب خاطر على عنده حس تهديفي. هذه هي وصحته. وما تنساوش اعطونا دعمنا بجام كومونتير بارطاجو. تحيه الجزائر وصحه فطوركم، صح رمضانكم.